هي تحت عن جد مش عم بمزح، جيبها تحت تحت فتحتها لقيتها هون 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 لقيتها هون وعلى ماش في شو هي مش عارفه يا لا 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 ما تمسكها ما تمسكها بايدك ما ت... عشان ما تمسكها بايدك ما بدي اشوف شو هي ما تمسكها يا يطلع 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 شيء ما بعرف انا عم نظف اليوم لحظه انا وعم نظف وين ميمي وين ميمي ميمي هون يا جيب ميمي خليكي جوا ماما خليكي جوا ما تجي خليكي شو بك انتبه بس مش عارفه شو هي وين تليفونك جيب شيء ضو ضو جبت تليفوني من جوا بليز وين التليفون بابا؟ ايوه انت مربطينها كيف؟ ما بعرف مش عارف بركي شي جردون او شي لا لا مش جردون اوه جريدة مربطة شو جريدة مربطة؟ حبل احمر على اصفر ماما فوتي لجوا استي جوا استي جوا يحيى لا ما تمسكها ما تمسكها عن جد لا 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 ما تمسكها يحيى عن جد ما تمسكها قاعد يكون في شيء بتعرف انت لا 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 لحظة شوي لا يحيى عن جد مش عم بمزح معك عن جد يا عمي بركي تكون شيء لا سمح الله تركها طيب بدي اجيب لك فوف او شيء او جيب لي ملقط جيب لي ملقط وين بدي اجيب لك ملقط وين بدي اجيب لك ملقط وين بدي ما في عندنا ملقط عشان نقشر غسيل نحن هون وين بدي ملقط تبع الاكل الاكل ليك ليك فيها شعر صح طالع منها والله في شيء جبت لك فوف انا رح صور للاند لورد رح صور طيب ما لقيت الا زهر يا ميمي ميمي جبت ماما تعيط اوبرين تحت خليكي هون خليكي لا لا يحيى مش بايدك الله يرفعك ما بقى من لابسك فوق انتبه معلقة ما عم بقول لك البيت عشينا منيح شو هيدي جريدة؟ شو ها؟ يا في اشياء بقلبها يا سحر شو في تعال افتح تحت تحت لا افتحها لا لا افتحها لا بلا شرفك لا لا قوم انت بتاخذ كل شيء مسخره كل شيء بتاخذه مسخره بلا يا يحيى تعال نشوف شو في لا 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 انت بتاخذ كل شيء مسخره لا كل شيء بتاخده ميمي فوتي لجوا العبة بقلت فوتي ماما تعال قلي تحت ماما فوتي لجوا لا ما تخافي تقبرين فوتي لجوا تحت العبة بلعبك اوكي تعال يا صاحبي تعال العبة بلعبك خليكي هون رح جيب لك اكلاتك الله يوفقك تفتحها يحيى كثير بشهرك ما تفتحها ما تفتحها لا لا هفتو هفتو انا رح صور كل شيء لللاندلورد يشوفها لا لا ما تفتحها يحيى ما بتعرف هيدول شو بيصير فيهم يحيى بدي لك شغله بايبس ما بيأثر بدي لك شغله مش في هدول الناس يلي بيعملوا سحر وشعوذه و بس سحر نعرف شو هي بنحكي تي على الشيخ بركي بركي قلبت عليك حبيبي شو بدك تحكي للشيخ بدك الشيخ مش اللي اياها شو خو لا 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 صورها صورها صور له اياها صور له اياها انا معش في معش عندي ما تفتحهاش يحيى الله يوفقك ما تفتح انا ما عندي اعصاب ما تفتح ما تبلش ما عم الله يكون على الله لك شو بده يصير والله استودع ديب طب خليني اصورها انت عم تفتحها شو جيب لي سكينه او شيء لحظه مش بايدك خليك بنشوف مش بايدك مش بايدك مش بايدك مش بايدك خلي اجيب لك سكينه او شيء وين السكاكين اللي عنا وين السكاكين يحيى وين حطيت السكاكين هيا اول جرور ما في انا انت مربكه ما في ما في سكين انا سكين هيا سكينه انتبه شو ها؟ عم تلعبوا شو ها؟ يحيى لحظة شوي لحظة في شعر؟ شو هيدا؟ في شعر وفي شيء ملزق بالشعر ليك؟ يحيى تقبرني بيجي علينا السحر بيجي علينا ايمون ايمون لا بيجي علينا السحر يا عن جد سحر هيدي يا سحر ما عم اقول لك مكتوب انا شفت شعر شو ها؟ لا ما تبين ما تبين ما تبين ليك؟ ما تبين ما تبين ما تبين ما تبين يحيى ما تبين طلعي تقبرني بسمي ما تدقروا ما تدقروا يحيى ما تدقروا عارف شو؟ ما تدقروا بفكر احكي مع صاحب البيت ليك مش بالله مش بالانجليزي هون اي لغة هيدا شو ها؟ مثل السحر انا عشان هيك هيدا البيت حسيته من اول ما فتنا عليه حسيته في شيء انا حسيت هيدا البيت من اول ما هلا حاسس خلينا ننتقل للاندلورد انت عم تمزح معي؟ انا بدي امزح معك انت اللي لقيتيها ولا انا؟ انا اللي لقيتها انا عم شو قصدي انا؟ شوف معاش فيه دقله ماما ليش جيتي يا ماما؟
فوتي فوتي على اوضتك ماما، تقبريلي فوتي على اوضتك. يا هلا بنعيط لك. خير يا ويبا. Yeah, I wanted to ask you something about our previous tenants that were here before us. It's like some really weird stuff, like it feels like black magic, and I don't know what. They're dead. When did they die? You're joking. I'm gonna send you pictures and a video that my wife just took. Yeah, some weird stuff, like there's a woman's face. كانوا مسافرين، ما ماتوا بقلبوا للبيت، بس هن مستأجرين، كانوا مسافرين وكان عندهم ولد صغير عم بيقول هن وشو. بسم الله الرحمن الرحيم، لك بالمصورة يا حيو. بسم الله، قوم روح كبهم، كبهم بالبحر بشرفك، قوم كبهم بالبحر، قوم قوم كبهم، قوم كبهم. منيح انا صورت كل شيء. ما في بحر هون يا حبيبتي، وانا عايشة. ما بعرف شو بدك تعمل. ما بعرف، حطي على الجوجل شوف كيف بدك تخلص. شو بدي احط؟ كيف بدي اشيل السحر؟ اذا لقيت شيء، شوفوا شو بيقولوا لك. كيف؟ ماش فيه؟ أنا هيدا البيت من أول ما فتت عليه انتكست حياتنا. ما انتكس ولا شيء، عم دبلع نحن و كيف؟ أفك السحر إذا لقيته. كيفية التخلص من السحر بعد العثور عليه؟ لف الشعر وعقده بالخيط من الطرق التي يستعملها في لف الشعر وعقده بالخيط من الطرق التي يستعملها السحرة في سحرهم وضلالهم. هيك كان في خيط وكان في شعر. صح. فإنهم يعتقدون العقد وينفثون عليها بتعاويذهم الباطلة، ومن وجد شيئا من ذلك فليحلل العقد وليفصل الأجزاء بعضها عن بعض مع قراءة المعوذات، ثم يتلفها بالحرق ونحوه لما ثبت من حديث. أوكي ما نحرقهم. ما بده يشوفه صاحب البيت. صور له، صور له، أصور له. صورنا له. فلان إذا كان أو أن تضع الماء والملح وترميهما في الماء شو؟ وترميهم في الماء السائل. النهر، أنا نهر، أنا نهر. كبن. مش عم بمسح يا أخي، أنا بخاف من هالأشياء، أنت بتعرف. صحة، بسم الله الرحمن الرحيم. صور له إياهم. إيه صور لها. جايز. بدي أفرجيكم عليهم. على الشعر. لا 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 والله خايفة ليكم. ليكو شو لقينا؟ ما بعرف هالكتابات شو، بس شوفوا. فرجون ليكو نفس الكتابات. فرجون هيدا نفس الكتابات. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم على هالصورة ليكو. بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى، والله العظيم بتخوف. قوم كبهم. ما حكبهم، بس بدك تحط مي وملح. اوكي حط مي وملح. كيف بدك تكبهم؟ انا عارفة وين الخيط، كان في خيط. لحظة حط الصور بالاول، حط الصور. لا ما بحط ماي الملح. طيب بس بدك تروح تكبهم. ايه هلا بكبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وين الشعر؟ وين الخيط؟ الشعر ما بعرف وين الخيط. لحظة وين الخيط؟ هي لك منا خيط انت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مش بايدك يا يحيى، مش بايدك. خلاص هلا بدي احط المعوذات. يلا حط سورة البقرة. شو حطهم شوي؟ خذهم كبهم، كبهم هي وزيتها مع هذا الجات كمان. بيت شو كبهم هي وزيتها؟ كبهم هو الجات. كبهم هو الجات. بدي شيء من هون. إذا شفني حدا عم كب جات حيي. تعال نروح نفتش بعد، بركي في حاطين. تعال نروح نفتش، بركي حاطين. أنت وين؟ بركي حاطين بعد شيء، لأنه أنا عم نظف هون عنا مثل تدخيت صغيرة ستورج بنحط بقلب ما بستعملها أنا، بس كنت عم نظف بحياتي ما نظفت. ليكم كيف؟ ليكم منا وحده، يعني انا صراحه بحط الاغراض اللي الي هون. شو في شيء ثاني؟ لا 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 شو هيدا؟ هيدا شقه من البويلر. يعني انا وعم نظف البويلر طفيته، يعني ليكو بارد بالعاده بضله سخن لانه هلا نحن عنا عاصفه، فطفيت كل شيء وعم نظف. حاطينه جوا، مديت ايدي لقيت شيء شعر على ايدي. فكرت جاردون او شفاره يحيى. شوف لي جيب السلم او شي كرسي طلع. وراء هيدا الحيط. شو مثل شو؟ ما بعرف، بس هيدا
حد جديد مش قديم. ليش هالحد محطوط هيك؟ محطوط اشارات عليه؟ هذا مش ما بعرف، لا هيدا عم بيعلم، هيدا عم بيعلمه كرمال يحطوا هو، بس ورا هيدا هون جداد ما كانت قديمة. ليك هون ليكون في شيء جوا، ليك في شيء هون كان، انا هيك بينت معي هيديك هون هون يحيى هون هون هون. انت خلص حتبلش تسرسب وتسرسبني انا كمان. لا انا ما انا لا هيدا حديده بس عشان يعلم اكد. هذا مو شو اذا ما حكت جماعه انا اليوم عن جد حرفيا شو هيدا ليكون حاطين شيء بقلبها بعد. لا لا يمكن هون بس قصدي نحن، قصدي لما نحن نقلنا على البيت ما انتبهت لها، ما كانت مبينه. مين بيفكر حط ايده ورا بويلر هي عم نجرب نشوف اذا سخنه ولا لا؟ يعني لما طفيناه لحتى قدرنا. شو هيدا؟ ميمي؟ انت اللي عم بتدقي يا ماما نقصتي. خوفتيني يا ماما. خلينا نركبه لهون. يلا ركب. ما بعرف يا ماما، ما تخافي، ما تخافي، تعي لقلبي. لا ما تخافي، تقبريني انت، خلص هي بابا راح يكبهم. يلا روح. ماشي راح كبها اصلا بابا، ما في شيء. ما في شيء. لا يا بابا تخافي يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري. لا تقبريني ما تخاف، ما في شيء بخوف، تقبريني. تعبي طيب رح يخاف. تقبريني، لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء، رح نروح على الباليه هلا كمان، ما في شيء بابا رح يروح يكبهم. ما بنعرف يمكن كانوا عايشين قبلنا. لا ما بيجوا بالنايت، ما بيجوا. انا بقفل الباب على علي، على فكره انا الحق علي. فوتي لجوا. اتس اوكي ما في شيء بابا، اتس ا جوك، اتس ا جوك، ما في شيء. اتس ا جوك ماما. شو انا بس خلص ولا شو بتعملي؟ بنروح بالبلاي جراوند. اوكي بنروح على البلاي جراوند. بس حيجوا فامباير. لا لا ما في فامباير يا ماما. عليك شو بابا، انا حروح مشوار صغير وجاي. اوكي بنروح، الله يوفقك، الله يرضى عنك. ترجع ترجع خلص، ماشي تحكي التليفون خلص، ماشي فيني ماشي فيني. حاسه هون معش قادره، قلبي رح يقشط رح يقشط، ما فيكم تتخيلوا الرعب اللي انا عشته هلا. فوتي فوتي ماما على اوضتك، كيلي هون لهول حلو. جايز انا بدي اخبركم شغله انتم ما عم تعرفوها. ما تقبريني. جايز انا رح سكر الفيديو صراحه، صورته بس لحتى تشوفوا شو صار معنا، وهيدول ادله انا رح احطهم لصاحب البيت لحتى يشوف شو بدنا نعمل. ما بعرف انا صراحه ما بفهم بالسحر والشعوذه، ما بفهم نهائيا، بس شفت شفت انه مي وملح وما بعرف شو. الوهله الاولى فكرت حدا عملنا سحر لقلنا، لانه انا عن جد يعني بنتي عم تمرض كل الوقت، يعني انتم شايفين، فما بعرف اذا هيدا الشيء له علاقه بهيدا الشيء. اذا انتم بتعرفوا بليز قولوا لي. ماما بابا راح هلا بيجي، فاذا انتم بتعرفوا او شو ممكن. بعرف ماما بعرف، شو بدي اعمل؟ يعني انا صراحه كل يوم بحط، انا صراحه كل يوم بحط صوره البقره بالبيت من الصبح، ونحن بنصلي، مش انه ما بنصلي وهيك، بس سبحان الله كيف لقيتها، يعني لقيتها ما بعرف كيف هيك، يعني صار لي سنه بهيدا البيت، بس نحن ما عشنا فيه سنه، عرفتوا كيف؟ ما عشنا، نحن نزلنا على لبنان ومن بعدها جينا رجعنا لهون، فيمكن كله على بعضه قعدنا فيه للبيت 4 أشهر، فاول مره حرفيا بنتبه شوفي بقلبها لهيدي الخزانه. الله لا يحط حدا بهيك موقف. اونستلي انا ميت رعب، ما فيكم تتخيلوا. اذا بتسمعوا دقات قلبي هلا بوم 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 بوم، اذا بتعرفوا شو لازم اعمل، شو لازم حط، شو لازم سوي، اشياء بالبيت اقراها، بليز اكتبوا لي تحت بالتعليقات وقولوا لي. هلا باي باي.